تواصل مع جميع المحافظة. بشكر الشركاء وخاصة مركز بيسان والشرطة والتربية والتعليم وأيضا جامعة النجاح ودائرة القانونية في المحافظة الاهتمام في هذا الجانب سواء كان قبل أو بعد أو أثناء هذه الندوة. هذه الندوة بدها تحد يعني بدها تشرح أكثر على القانون، ولكن احنا يعني بالمجتمعات يجب ان يصاحب اي قانون ان يكون هناك رغبه جماهيريه ومجتمعيه في تنفيذ هذا القانون وقناعه في تنفيذ القانون، وبذلك يجب ان يكون هناك توعيه مجتمعيه بالاستخدامات الصحيحه للاستفاده من النت ومن التواصل الاجتماعي. هناك فائده وهناك كنز من الفوائد، وهناك بعض المشاكل اللي بتحصل اللي يجب ان يعالجها القانون، وقبل ذلك قبل القانون التوعية المجتمعية كيف نسلك كمواطنين. يعني ندوة ممتازة جدا والفئات المستهدفة كانت ممتازة وأنا بعتقد أنها أعطت نتائج. القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية هو قانون جاء للحد من الجرائم الإلكترونية في المجتمع الفلسطيني نتيجة تزايدها المستمر والاعتماد على القوانين يعني شبه بالية ولا تصلح لردع وحد والحد من مرتكبي هذه الجرائم. وهذا القرار بقانون هو حاجة أساسية وضرورية في المجتمع الفلسطيني لكي تتعامل المؤسسات الرسمية النيابة العامة والقضاء والشرطة في تكييف التهمة وتوجيهها لدى المتهمين ومرتكبي هذه الجرائم وفق التطور التقني والتكنولوجي وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين وانضمت إليها بما فيها اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية في العام 2001 والاتفاقية العربية لمكافحة تقنية المعلومات في العام 2012. طبعا احنا اليوم يعني في ورشة نظموها المحافظة مع مركز النهضة راح يكون مشاركين في هذه الورشة الشرطة والنيابة والمحافظة والتربية والتعليم، الفئة المستهدفة طبعا حول موضوع الورشة حول الجرائم الإلكترونية، الفئة المستهدفة الطلاب، مؤسسات، أولياء أمور. طبعا إحنا اليوم يعني دورنا نوضح للحضور كيفية عملية الابتزاز، عملية التهديد اللي بيقوموا فيها الأشخاص اللي بيقوموا بطريق غير مشروعة عن طريق استخدامهم الإنترنت، أيضا توعية الأهالي في متابعة أولادهم، توعية الطلاب في كيفية التعامل في الإنترنت، كيفية أن لا يكون باستخدام سلبي للإنترنت. سيتم تعريفهم خلال هذا اللقاء على مجموعة من القضايا التي تمت عندنا وتحولت للنيابة التي وقع ضحيتها طلاب ومنهم كبار ومنهم صغار، وكيف متابعتنا مع النيابة حول قانون الجرائم الإلكترونية. نحن اليوم جئنا لحضور ندوة ورشة عمل حول الجرائم الإلكترونية. بصراحة أنا كنت حابب أتعرف ما معنى جرائم إلكترونية وكيف بتأثر على حياتنا، خصوصا أنه هذه الندوة أو الورشة تمس حياتنا إحنا كطلبة سواء كنا طلبة جامعة أو طلبة مدارس. تعرفنا على مفهوم ومفهومات عديدة في هذه الندوة. أنا الحمد لله ما تعرضت لأي ابتزاز، لكن إن شاء الله سوف يكون عندي وعي في المستقبل وسوف أحاول نشر الفائدة وحتى يعم الأمن والسلام في المحيط المجتمع الذي يحويني، وشكرا لكم.